جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إن إحدى أخواتها حينما أكملت سنة من زواجها قامت بعمل حفلة لأهل البيت، وذلك بمناسبة مرور عام، وكانت هذه الحفلة في نفس تاريخ اليوم الذي دخلت فيه بيت زوجها، وعندما نبهت على ذلك قالت النية طيبة، فما هو توبيخكم؟ هذا غير سائغ، إحياء المناسبات بمرور عام أو 100 عام على كذا وكذا، هذا ليس من دين المسلمين، هذا من عادات الكفار، ولا يجوز التشبه بهم في هذه الأمور. وإذا اعتقد أن في ذلك فضيلة وقربة فإنه يكون بدعة ومحرم. إنما الزواج تعمل الوليمة في وقت الزواج، مناسبة الزواج في أيام الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم للذي تزوج أو لم ولو بشات، فبمناسبة الزواج ليلة الزواج أو عند العقد تعمل وليمة واحدة، هذا هو السنة، ولا يبالغ فيها ويسرف فيها كما يعمل الناس في هذا الزمان إسرافا يخرج عن الحد، هذا حرام وتبذير. أما إقامة الوليمة بعد مرور كذا وكذا إحياء للمناسبة فهذا لا يجوز. نعم.